المطبخ مش شكله وتصميمه بس، المطبخ أكتر مكان بيتعرض للاستهلاك اليومي، فتح وقفل، مية وأبخرة وغيرها من العوامل اللي يلزمها جودة ومتانة وتوزيع مدروس للعناصر جنب الشكل والتصميم الجميل. وعشان كده هنتكلم عن مثلث الحركة الأساسي جوه المطبخ، وهو الحوض، البوتاجاز، التلاجة، واللي لو مش متوزعين بشكل مريح لست البيت أو أي حد واقف في المطبخ بيطبخ لفترة طويلة بيبقى أمر مرهق جدا. وده بيخلينا نحط التلاجة على حيطة والبوتاجاز على الحيطة اللي جنبها وقصادها الحوض، وطبعا ممكن نبدل أماكنهم مع الحفاظ على المثلث ده. طب هل المثلث ده بيكون موجود في المطبخ الكبير ولا الصغير؟ الحقيقة مفيش مطبخ المفروض يخلو من المثلث ده، أو بمعنى أصح يفضل لو ده متاح، ولازم نخلي بالنا من المسافة للوحدة العلوية واللي بيحددها هي سيدة المنزل، ونخلي بالنا برضو من الجاب اللي ما بين الوحدة العلوية والسفلية لمراعاة وضع أجهزة المطبخ زي الميكرويف مثلا. ولو اللي قلناه النهاردة كان مفيد بالنسبة لك ولو بشكل بسيط، تقدر تعمل لنا سبسكرايب على قناة أرت هاوس فيرنيتشر عشان يوصلك كل صح وكل جديد في برنامج الأساس في الأساس.